العلاقات المصرية اليابانية. تأسست العلاقات الحديثة بين مصر واليابان عام 1922. بلغ حجم التبادل التجاري بين مصر واليابان نحو 1,800,000,000 دولار عام 2017. اليابان تحتل المرتبة 31 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري. يوجد في مصر 106 مشروعات يابانية في قطاعات الصناعة والزراعة والخدمات والسياحة والإنشاءات. في يونيو 2019 قام الرئيس السيسي بزيارة لليابان للمشاركة في قمة مجموعة 20. في فبراير 2016 قام الرئيس السيسي بزيارة إلى اليابان في أول زيارة لرئيس مصري منذ 16 عاما. في أكتوبر 2018 شارك وزير الخارجية سامح شكري في الاجتماع الوزاري لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في أفريقيا التيكاد باليابان. في يناير 2015 قام رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي بزيارة مصر واستقبله الرئيس السيسي. تم افتتاح 35 مدرسة جديدة تطبق النظام الياباني في التعليم خلال العام الدراسي الماضي. تعد اليابان واحدة من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للمقاصد المصرية. أهلا بحضراتكم من جديد. اختتمت فعاليات النسخة السابعة من مؤتمر طوكيو الدولي للتنمية في القارة الإفريقية تيكاد في نسخته السابعة، والذي استضافته مدينة يوكوهاما اليابانية بمشاركة ورئاسة مشتركة للرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الياباني شينزو أبي. في الكلمة الختامية قال الرئيس السيسي إن القمة شكلت منعطفا مهما في دفع التعاون بين دول الاتحاد الإفريقي واليابان، حيث وجهت بوصلة الاهتمام لتطوير الموارد البشرية بما يتسق مع الواقع الإفريقي والأولوية التي تمنحها دول القارة لشبابها. وخلال المؤتمر الصحفي المشترك مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، قال الرئيس إن القارة الإفريقية بحاجة لتطوير بنيتها التحتية، مشيرا إلى التحرك المصري الفاعل من أجل التحول إلى مجتمع رقمي. كما طالب الرئيس السيسي مؤسسات التمويل العالمية والقارية والإقليمية بالاطلاع بدورها في تمويل التنمية بالقارة الإفريقية. هذه الدعوة التي يصر الرئيس عبد الفتاح السيسي على ترديدها في كل المحافل التي يتحدث فيها بلسان القارة الإفريقية أو حتى كزعيم إفريقي وازن. الدعوة التي يتم توجيهها دوما لمؤسسات التمويل الكبرى وللقطاع الخاص العالمي والإقليمي. بل ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي في فعاليات قمة التيكاد بالأمس حتى في اليوم الثاني من فعاليات هذا المؤتمر بأن يشارك رواد الأعمال الدعوة والانضمام إلى الصوت المصري الذي ينادي بتحمل القطاع الخاص ومؤسسات التمويل الكبرى بعض التبعات والكلفة التي قد تكون باهظة فيما يتعلق بمشروعات البنى التحتية في القارة الإفريقية. في هذه الفقرة سنحاول تسليط الضوء على ما جرى وما يمكن أن يجنى من وراء قمة التيكاد في نسختها السابعة والتي استضافتها مدينة يوكوهاما. الأستاذ أيمن السيسي نائب رئيس تحرير جريدة الأهرام ينضم إلينا في الاستوديو. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ أيمن. ما الذي يمكن أن تجنيه القارة الإفريقية من أشكال التعاون المختلفة سواء كانت مع اليابان أو مع شركاء آخرين؟ أعتقد أن كثير من المكاسب ممكن تحصل على القارة الإفريقية من التعاون مع مثل هذه الدول، لأنه حركة تحديث سواء على المستوى التكنولوجي او المستوى الصناعي او تحديث البنية الفكرية في الدول مطلوب ومهم جدا في القارة الأفريقية لمواكبة الأحداث العالمية، لمواكبة التطور اللي بيحدث. احنا بنشوف دلوقتي انه الفيسبوك والوسائل التواصل الاجتماعي، افريقيا الشباب الافريقي من اكثر الشباب اللي بيتعاملوا بهذه الوسائط، فبالتالي احنا عندنا القدرة او عندنا القابلية لانه نتطور مع العالم، ونقل الخبرات من خلال التكنولوجيا بقى مهم جدا، خصوصا ان التكنولوجيا بتختصر كثير من الوقت والجهد والانفاق. افريقيا فيها جيل كمان من الشباب، جيل واعي وجيل الى حد ما متعلم، في فرص للتنمية كثيرة جدا، في موارد طبيعية وخامات
على اعلى مستوى من الثراء ممكن، وده اللي بيخلي في بنلاحظ ان في تكالب يشبه التكالب الاستعماري اللي حصل على القاره في نهايه القرن ال 19 وادى لمؤتمر برلين في 1884. اذا الامر مهيئ انه القاره الافريقيه تستفيد من علاقاتها مع هذه الدول، خصوصا ان في دول كثير من الدول الكبرى ليس لها مطامع استعمارية ولا مطامع أمنية ولا سياسية في هذه الدول، فقط العلاقات السياسية أو مصالحها السياسية ومصالحها الاقتصادية. وأعتقد أن ده اللي بيبني عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي كرئيس لدورة الاتحاد الأفريقي هذا العام، وكزعيم مصري ومصر مهمة في القارة الأفريقية والقارة الأفريقية مهمة بالنسبة له. الإصلاح ومبادرات التنمية أستاذ أيمن داخل القارة الأفريقية بالدرجة الأولى يجب أن تنبع من أبناء القارة، من دول القارة أنفسها، ولا بالضرورة بحكم الطبيعة الخاصة بالقارة الأفريقية يجب أن تمد لها يد العون من الخارج؟ الاثنين، يعني الحقيقة ما نقدرش نقول أنه الإصلاح والتقدم ينبع من القارة الأفريقية على يد أبنائها فقط، لأن احنا عندنا في هشاشة في الدول الأفريقية، في فشل في الدول الأفريقية، في نظم إدارية عتيقة وضعيفة، أسلوب الإدارة في كثير من الدول الأفريقية سيء أو ضعيف ومتردي، الفساد في كثير من الدول الأفريقية الفساد الإداري، وبالتالي ده اللي سمح لكل اللي احنا شايفينه من عصابات إجرامية وميليشيات مسلحة وهجرة غير شرعية وغير ذلك. لكن في هذه الدول البعض اللي يمكن ان يعتمد عليه، خصوصا ان احنا دلوقتي بنشوف انه افريقيا فيها تحول ديمقراطي الى حد ما جيد جدا في كثير او في عدد من الدول الرئيسيه في المناطق الاقليميه في افريقيا، لكن كل هذه المعطيات لابد ان تتفق او تتوازى مع مد يد العون، خصوصا ان احنا عندنا أزمات الفقر كثيرة جدا في الدول الأفريقية، التغير المناخي اللي برضو اتكلموا فيه مهم جدا، لأنه احنا عندنا موجات جفاف بتضرب كثير من الأقاليم في أفريقيا، وهذه الموجات بتؤثر في المناسبتين الأخيرتين في التيكاد وفي بياريدز في قمة السبع، قال أن القارة الأفريقية هي التي تتحمل بالأعباء الأكبر من أزمات التغير المناخي، برغم أنها ليست المستفيد من التطور الصناعي الذي تطلع به دول أخرى. بالضبط، ودي نقطة الحقيقة أنا شايف أن دي من أهم النقاط، وكانت إشارة ذكية وملمح ذكي التقط الرئيس يتكلم عليه، لأنه التغير المناخي هي أكثر الدول المضارة هي الدول الأفريقية، في دول بتسبب التغيرات المناخية أزمات اجتماعية وأزمات سياسية وعنف بين أعراق، يعني لو شفنا في نطاق غرب أفريقيا مثلا في التغير والجفاف، التغير المناخي والجفاف اللي حصل هناك أدى إلى يعني جور بعض الأعراق على أعراق أخرى، وحصلت مذابح زي ما حصل مثلا العرق الفلان في أكثر من دولة، الخناقات على المراعي والأراضي والمية، وده حصل برضه حتى في دارفور، يعني أزمة دارفور بين العرب والفور. أعتقد أن دي أزمة هتبقى أزمة القارة الأفريقية خلال الفترة القادمة، خصوصا أن بعض هذه الأعراق منها عديد من القيادات الإرهابية في التجمعات الإرهابية المنتشرة حاليا في القارة، فبالتالي انتصارهم للعرق بتاعهم ودفاع أو محاولات دفاعهم عن العرق بتاعهم بيكتل هذه الجماعات الإرهابية ضد الأعراق الأخرى، خصوصا أن بعض الأعراق بتكون مش مسلم المعتدية أو اللي فيه خناقات أو مشاكسات بينهم، فده أدى إلى نزاعات مسلحة كثيرة خلال السنوات. وأنا أسأل حضرتك عن فكرة أفريقيا بحاجة إلى تنمية داخلية ذاتية بقرار من أبناء القارة الأفريقية أو بإسهام أكبر من هذه الدول، ولا أن تمد يد العون من الخارج؟ قبل لحظات كنا نتابع التقارير الواردة من حكومة الكونغو الديمقراطية وهي تتحدث عن أن وباء الإيبولا في عام واحد العام الأخير حصد أكثر من 2000 مواطن في الكونغو، لماذا لا يبدو أن هناك فزعا ولا استنهاضا لهمم القوى الدولية التي تقول أنها تريد أن تقدم يد العون للقارة الإفريقية في أزمة حياة بالنسبة لبعض الدول؟ لأن هم مركزين دلوقتي على دول أخرى، يعني الخناقة الأوروبية والأمريكية على دول أخرى جنوب الصحراء مش فيها الكونغو،
فيها مالي وتشاد والنيجيريا وافريقيا الوسطى ومالي. ولذلك هم متوجهين، هتلاحظ انه الاهتمامات الاوروبيه والامريكيه تصاحبها قواعد عسكريه امريكيه وفرنسيه في هذه المنطقه. الكونغو حاليا خارج اهتمامات هذه الدول، لانه هذه الاهتمامات بنيت على ما حدث في الشرق الاوسط او ما يحدث في منطقه الوطن العربي شمال افريقيا، خصوصا في ليبيا والسودان والجزائر دلوقتي، وارتباط هذه الدول بحدودها الجنوبيه في دول جنوب خط الصحراء الكبرى، والتكالب الفرنسي والاوروبي والامريكي على هذه المناطق لاعاده، سواء اعاده وضع الاقدام والتمكن من السيطره، او اعاده استنزاف المنطقه، او محاولات افشاء الازمات اللي بتتم، خصوصا ان هذه المنطقه مليئه بالعناصر الاجراميه الارهابيه المسلحه واللي بتتحرك في هذه الصحراء تحت اعين وبصر هذه المخابرات. فالاهتمامات هنا ما هياش في الكونغو ولا في دول وسط وجنوب القاره الافريقيه، لانه ولذلك هو لما وباء يحصد 2000 بني ادم ده رقم كبير جدا، لكن هم ده مش اهتماماتهم حاليا. لكن احنا بنتمنى انه الاتحاد الافريقي يتبنى مثل هذه، يعني كان الاولى ان يتبنى الاتحاد الافريقي والمنظمات الافريقيه الاقليميه دعوه العالم للمساهمه في انقاذ، سواء في انقاذ ما هو في كونغو او انقاذ ما هو في دول حتى جنوب الصحراء، ازمات الجفاف والخناقات اللي بتحصل والنزاعات العسكريه بين الاعراق على الماء والكلى. استاذ ايمن، اليابان تستقبل فعاليات هذه القمه، وهي التي استقبلت 6 نسخ حتى هذه النسخه، بينما استقبلت نيروبي في عام 2016 نسخه واحده من نسخ التكاد. العلاقات المصريه اليابانيه كانت ممتده على مدى سنوات طويله، لكن منذ وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لمصر وبدات هذه العلاقات تاخذ منحا مختلف. الزيارات المتتاليه للرئيس عبد الفتاح السيسي الى اليابان بلغت 3 زيارات، منها زيارتان متتاليتان في غضون اشهر لحضور فعاليات قمه الـ20 في اوساكا ولحضور فعاليات قمه التكاد في يوكوهاما، فضلا عن زياره كان رئيس الوزراء الياباني شينزو ابي قد قام بها في وقت سابق، وزياره في عام 2016 زياره دوله من الرئيس السيسي لليابان. التقرير التالي يسلط الضوء على العلاقات المصريه اليابانيه. علاقات وثيقة وممتدة تجمع مصر واليابان، عززها تطابق الرؤى ووجهات النظر بين البلدين في العديد من القضايا الدولية، وإرث تاريخي يحمله الشعبان أثمرته حضارات عريقة عاشت لآلاف السنين. سياسيا، فإن طوكيو تولي أهمية خاصة لعلاقاتها مع القاهرة، خاصة على صعيدي التعاون الثنائي والتشاور السياسي، وذلك لمحورية دور مصر في محيطها الإقليمي، إلى جانب حرصها على التعاون مع مصر في دفع عملية التنمية الشاملة في إطار استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030. العلاقات المتجذرة منذ عقود تتنوع في المجالات كافة، فبالنظر إلى الشق الاقتصادي نجد أن الاستثمارات اليابانية في مصر تبلغ حوالي 880 مليون دولار في ظل وجود 106 شركات يابانية، بالإضافة إلى الإشادة اليابانية بالإصلاحات الاقتصادية الأخيرة في مصر، أمر من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات اليابانية. القوة والمتانة التي تتميز بها العلاقات الثنائية بين البلدين وفرت المناخ لزيارات متبادلة لقيادات البلدين، كان آخرها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لليابان لحضور قمة 20 بدعوة من رئيس الوزراء الياباني. ثقافياً، يعد مشروع المتحف المصري الكبير أيقونة للتعاون الثقافي والحضاري بين البلدين، والذي من شأنه أن يدعم قطاع السياحة في مصر، حيث ساهمت اليابان من خلال قرض بنحو 75% من تكلفة إنشاء المتحف التي بلغت أكثر من مليار دولار. كما تعد الجامعة المصرية اليابانية نموذج للتعاون المثمر بين الحكومتين، والتي تعتبر أول جامعة يابانية خارج اليابان،
تهدف إلى بناء قدرات الموارد البشرية وتنميتها في مجالات الهندسة والتكنولوجيا والعلوم في مصر والدول الأفريقية. نعود مجددا إذن إلى نقاشنا مع الأستاذ أيمن السيسي بعد متابعة هذا التقرير. أستاذ أيمن، اليابان حتى حسب ما تابعنا هذا التقرير من الدول التي تولي قدرا كبيرا من الاهتمام ببعض المجالات التنموية كمجال بناء القدرات والتعليم والمجالات التكنولوجية. مسألة الاهتمام بالتعليم أو الاهتمام بالصحة، واليابان كان لها دور في القارة الإفريقية في مجال المنح والمساعدات في القطاع الصحي والتعليمي، هل إفريقيا كقارة تدرك أن هذا يشكل أولوية بالنسبة لها، ولا أولويات القارة الإفريقية قد تأتي مختلفة عن هذه الأولويات؟ لا أعتقد أنه يعني بالنسبة لنا أولويات مصر تختلف عن أولويات أفريقيا. مصر قطعت شوط كبير جدا في مختلف المجالات، عندها البنية الأساسية لكثير من المجالات موجودة ومتحققة، وزادت الحقيقة في خلال عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الخمس الأخيرة، وهو ركز على التعليم كأساس من أسس النهضة الحقيقية. ده غير متوفر في أفريقيا، لأن أفريقيا تكاد يعني انت تشوف احيانا احنا بنتكلم في دول افريقيا لا زالوا يتعلمون على لوح الخشب والطباشير الاطفال لما بيتعلموا. لكن العقدين الاخيرين قدر من التطور تحقق أفريقيا. قدر من التطور، ولكن على مستوى التطور الاستهلاكي زي ما قلنا، فكرة انه استخدام التكنولوجيا في وسائط او في التواصل الاجتماعي وفي العلاقات وفي التواصل وكده، لكن الاستخدام التكنولوجيا في إدارة الحياة نفسها وتفاصيل الحياة أعتقد غير موجود إلى الآن في كثير من دول أفريقية، ولأنه الاحتياجات الرئيسية أو البنية الأساسية في كثير من المجالات تقريبا شبه منعدمة. احنا عندنا الفقر كثير في أفريقيا، التردي في المنظومة الإدارية بشكل كامل يعني بلغ درجة كبيرة جدا، والفساد الإداري والفساد المالي في الإدارة، فبالتالي الجفاف زي ما اتكلمنا قبل كده انه الجفاف وموجات التصحر اللي بتحصل في المنطقة. احنا عندنا في أفريقيا او في كثير من دول الأفريقية احتياجات اخرى، على الأقل مثلا مسألة الإرهاب. أنت النهاردة بتتكلم في أكثر من 14 دولة أفريقية بتعاني من الإرهاب، والإرهاب بيتنامى فيها، وحاليا القاعدة تنظيم القاعدة بيتنافس مع تنظيم داعش مع بعض الكيانات السلفية الجديدة في المنطقة الأفريقية في أكثر من 14 دولة أفريقية، فبالتالي الأولويات هناك أكثر مختلفة عن مسألة احتياجنا للخدمات. الاتحاد الأفريقي لديه خطة أو مبادرة إسكات البنادق، والمفترض أن يتم الوصول إليها بحلول العام المقبل، والرئيس السيسي وجه الدعوة لكي تسهم التكاد في هذه الخطة، خطة إسكات البنادق. هل لها علاقة فقط ببعض الصراعات الحدودية أو بعض مسائل الإرث القديم من الاحترابات الداخلية الإفريقية، ولا أيضا لها علاقة ببعض المد الإرهابي الموجود في بعض مناطق القارة؟ كل اللي حضرتك قلته ده مرتبط ببعض، يعني الإرث التاريخي أو الإرث الاستعماري، تقسيم الحدود، التقسيم الجائر للحدود. يعني احنا بنشوف مثلا إخواننا الطوارق مقسمين بين أكثر من خمس أو ست دول، ودولت بالتأكيد في أزمة من سنة 60 مثلا، ولا زالت الأزمة، وحتى انفصال مالي، انفصال شمال مالي وتمبوكتو في 2012 كان بسبب هذا الإرث القديم، أنه ألحق إقليم أزواد بدولة مالي رغم الخلافات الشديدة جدا العرقية واللغوية والإنسانية والثقافية. حتى دول كثير، كل الدول الأفريقية عندها أزمات في الحدود. ده جانب. الجانب الثاني فكرة الحروب والانتشار الإرهاب. احنا وهذه يعني شوف الإرث الاستعماري في الحدود تحديدا، وده الخطأ اللي وقعت فيه منظمة الوحدة الأفريقية زمان اللي هو الاتحاد الأفريقي حاليا، انه تبنى فكرة عدم تغيير الحدود، ودي أزمة. اعتقد ان هم لو كانوا فكروا في حل توافقي
لحدود الدول. صحيح كان هيبقى فيه صراعات وقتها، كان هيبقى فيه أزمات وقتها ممكن تستمر 5 أو 10 أو 15 سنة، لكن كان هينجينا من هذه الأزمات الحالية المنتظر للأسف. أنا متشائم إلى حد ما في هذه الفترة، أنه هذه الأزمات قد تطول في الفترة الجاية لأنه الإرث الاستعماري لكن عندما تسوى أزمة كالأزمة الإريترية الإثيوبية ويتم تجاوزها وإعادة فتح السفارات في أديس أبابا وفي أسمرة ويتم تجاوز هذه المشكلة، عندما يتم تجاوز بعض الخلافات الصومالية الإثيوبية القديمة والصومالية الإريترية القديمة في السنوات الأخيرة بصرف النظر عن المتسبب المباشر وراء ذلك، عندما نجد النموذج الإعجازي الذي عرفته رواندا بعد مقاتل تاريخية دامية وأزمات تصل إلى حد التطهير العرقي المقتلة الدامية التي شهدتها بوروندي، ثم يتم تجاوز هذا بل تصبح رواندا تقدم نموذجا مغايرا تماما لكل ذلك، هذا يشري بأن هناك مستقبلا لا بأس به في إفريقيا بدلا من التشاؤم. ما هي دي النماذج ديت لابد أن تدرس كل نموذج على حده والمعطيات المتسببة في يعني التواصل بين أو الانفتاح بين إريتريا وأثيوبيا وما حدث في رواندا وبروندي وما حدث في الصومال، كل ده من خلال معطيات إقليمية ودولية وتدخل قوى إقليمية ودولية لها مآرب في هذه المنطقة، والمآرب دي مش هتستمر كتير، وهذه تلك التدخلات مش هتستمر كتير، والعطايا والمنح المادية المدفوعة حتى يتم توقيع اتفاقيات مش هيستمر كتير. لماذا لا يبنى الأمر على قناعات داخلية؟ يعني من حق شعوب هذه الدول داخل القارة الإفريقية أن تدرك أن الاستقرار والتنمية وتطبيع العلاقات حتى وإن لم تكن علاقات مثالية مع الجار من مصلحة كل الأطراف. ما هو لأن النخبة فاسدة في كل العالم الأفريقي، يعني في تقديري أنا الشخصي. في كل العالم الأفريقي فيها ظلم. النخبة شوف في جملة قالها أحد أساتذتنا الكبار الدكتور حامد عمار، قال إن دولنا يأبى الشعوب تأبى إلا أن تسير وراء النخبة، والنخبة دائما تخون هذه الشعوب، وده حقيقة الحقيقة، لأنه حتى على مستوى الوطن العربي وبنشوفه حتى على مستوى الأحداث اللي احنا شفناها من 2011 النخبة المصرية ماذا فعلت بالشعب المصري هو لا يعني لا معلش أستاذ أمين، يعني حتى لا نأخذ الكلام على عواهن، هناك أصلا أزمة في تعريف النخبة، يعني هذه قضية لا أيضا أنا بتكلم على فلسفي. النخبة بالمعنى الاصطلاحي اللي احنا كلنا بنتكلم فيه عمال على بطال النخبة المصطلح، لكن هو طبعا في نخبة حقيقية اللي هي النخبة الحقيقية القوية، وغالبا دي في أثناء الأزمات ما بتكونش موجودة لأنها بتحترم نفسها وبتتوارى لأنها لا تستطيع مجاراة مصطلح النخبة في خناقاتهم وعركة. فبالتالي أنا عايز أقول أن النخبة في الدول الأفريقية إلى الآن غير قادرة على أنها تستنهض شعوبها لصالح الوطن، فبالتالي فكرة أنه الصراعات اللي موجودة وتوجيه هذه الصراعات وتحييدها أو تفرغها من مضامين الخلافات العميقة ده، أعتقد أنه لابد أن تعمل عليه طليعة نخبوية جديدة في أفريقيا، لأنه الأزمات تشوف احنا مقبلين الحقيقة على ازمات كبيرة في افريقيا، وللأسف احنا نظرتنا لما بننظر كل منا في دولته او في قطره بينظر على الحدود الجغرافية بس، لكن يجب ان نرى الصورة كاملة. احنا ما حدث او ما يراد للمنطقة ان تحدث بدأ من التفتيت، فكرة التفتيت والتقسيم بدأ من الصومال سنة 90، أغلبنا لم يلتفت إلى هذا، وما حدث في العراق ما بين العراق والكويت لم يلتفت بعضنا إلى مثل هذه الأمور، وتصارعت بعد كده لأن احنا كلنا بنتكلم كل واحد بيتكلم على منطقته الجغرافية. لكن يعني للأمانة أيضا هناك كثيرون من القادة الأفريقي أصبحوا حتى الاتحاد الأفريقي أصبح يتبنى قضايا مشتركة مفترضة ما بين دول القارة الأفريقية، يعني لم تعد المسألة مرتبطة بنظرة كل دولة على حدة. أنا سأطرح على حضرتك المحاور الثلاثة التي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي تهم التنمية داخل القارة الأفريقية ودعا التيكاد بأن تقدم دعما فيها.
البنية التحتية باختلاف المشروعات الخاصة بها داخل القارة الإفريقية، ومشروع آليات التنفيذ لمنظمة التجارة الإفريقية، منطقة التجارة الحرة، والجزء الثالث المرتبط بتوفير فرص العمل. قمة التكاد أو أي تجمع أو تكتل آخر، ما الذي يمكن أن يقدمه للمحاور؟ المحاور العظيمة جدا هو فعلا، شوف، مصر تتبنى دائما بنبل وبشرف قضايا المنطقة الأفريقية، واللي قاله الرئيس السيسي هو تبني حقيقي من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي ورئاسته لمصر ودور وأهمية مصر، إن هذه هي التنمية المطلوبة لكي تنقذ الشعوب الأفريقية سواء من التهميش أو من الفقر ومن التردي الاقتصادي. وجزء المهم قوي فكرة إنه تم الاتفاق على منظمة أو منطقة التجارة الحرة، ده هيسهل كثير جدا من العلاقات أو هيعمل على التواصل بشكل أكبر، لأن فكرة إنه ما يكونش فيه ضرائب في أو جمارك في بين البلدان، أفريقيا مليئة بالخامات والموارد الطبيعية و سهلة التوصيل، يعني ممكن تنتقل من مكان إلى مكان بتكلفة أقل مما هو بشرط توافر البنية التحتية الملائمة، بشرط توافر البنية التحتية، لأن البنية التحتية مهمة جدا. تخيل أننا النهاردة لما نيجي نصدر من مصر أو نستورد من زامبيا مثلا، أنت لابد أن تمر عبر أوروبا، يعني مفيش خطوط طيران، خطوط ملاحية سواء برية أو بحرية أو جوية مباشرة، في حين أنه بإمكانيات بسيطة ممكن نعمل نمد خطوط برية مثلا أو بحرية. هنا اتكاد والدول الأوروبية أو فقط الأزمة أنها مش بمسألة بسيطة، المشكلة أن الكلفة يعني باهظة وباهظة للغاية، لذلك كانت دعوة الرئيس السيسي ما عشان كده مؤسسات التمويل بالضبط. نعم. مؤسسات التمويل والدول الغنية إسهامها في هذه المنظومة أولا سيعمل على الاستقرار بنسبة كبيرة جدا، لأنه هيسهل وهيخلق فرص عمل وهيخلق حركة اقتصادية. نعم. ده هيؤدي إلى تقليل حجم الإرهاب وتقليل حجم صحيح. التقاتل والعمليات المسلحة وتقليل الهجرة غير الشرعية التي تدار منها أوروبا حاليا، وفي نفس الوقت الدول الصناعية الكبرى هتستفيد من وجود هذه البنية التحتية اللي تستطيع أنها تاخد منها الموارد الطبيعية بأفريقيا من أفريقيا بشكل أكثر سهولة. شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ أيمن السيسي، نائب رئيس تحرير صحيفة الأهرام. ختام هذه الفقرة التي تحدثنا فيها عن حصاد قمة التكاد في نسختها السابعة التي ترأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي برئاسة مشتركة مع رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي. فاصل قصير نعود من بعده لفتح ملف آخر.